مرحبا جميعا، اهلا فيكم بالجزء الاول لسلسلة بوكيمون نزلك للعبة بوكيمون فاير ريد. وهاي اول مرة بجرب فيها تحدي نزلك لاي لعبة بوكيمون، فقررت ابدأها كسلسلة اشارككم فيها تجربتي. واخترت جزء فاير ريد لانها اول لعبة او ريميك لاول لعبة نزلت للبوكيمون، واللي مأخوذة من بوكيمون فاير بس بجرافيك احسن. وقوانين التحدي حاطت لكم اياها على الشاشة وزدت عليها بعض الاشياء عشان اصعب التحدي شوي. القانون الاول والبديهي واللي هو اول بوكيمون بطلع لي من اول طريق او منطقة جديدة لازم امسكه، الا اذا كان بوكيمون ماسكه من قبل او تطور لبوكيمون كان عندي، ومسموح لي بس امسك بوكيمون واحد من هاي المنطقة، ولازم اسمي البوكيمون اللي مسكته. اي بوكيمون بموت باي معركة لازم امسحه وممنوع استخدمه. ممنوع استخدام اي ايتم خلال المعركة، بس الايتمز اللي بيحملوها البوكيمونات مسموحة. ليفل بوكيموناتي ممنوع تتجاوز ليفل اعلى بوكيمون بالجيم اللي بدي اروحه. مثلا اول جيم لإلي هو جيم بروك اللي عنده بوكيمونين. اعلى ليفل بوكيمون عنده واللي هو اونيكس ليفله 14، فممنوع افوت على الجيم مع بوكيمونات اعلى من ليفل 14. واخيرا هاد قانون انا حطيته لإلي، اذا فتت على اي جيم ممنوع اطلع منه عشان اعالج الا لما اهزم صاحب الجيم. وهلأ بعد ما فهمنا القوانين خلينا نلعب اللعبة. وطبعا نبدأ بأن نحدد اسم اللاعب اللي بدنا نلعب فيه واسم الشخصية المنافسة إلنا طول اللعبة، واللي حسميه جاري على نفس اسم الشخصية بالأنمة. بدأت اللعبة بالبيت اللي عايش فيه مع الأم، وأول إشي لازم أعمله هو قانون كتير مهم بالنزلك، لازم أحكي مع الأم قبل ما أطلع من البيت. وأول ما طلعت من البيت رحت على مغامرتي اللي كتير متحمس لها. ووقفني دكتور أوك اللي عنده مختبر بالمدينة وقال لي انه خطر امشي على العشب لانه في مكملات برية. رجعني على المختبر تاعه الموجود فيه حفيده واللي هو خصمنا جاري. حكالي اختار بين ثلاث بوكيمونات ستارتر واللي هم بلباسور، سكويرتل وشارماندر. واختياري حيكون بين بلباسور وسكويرتل لانه شارماندر حيعاني كتير باول وسامين اله بهذا التحدي، وقررت اختار سكويرتل واللي حسميه على اسم متابع منتسب بالقناة واللي هو RTM. وجاري حيختار بلباسور اللي هو أقوى من RTM وبطلب مني أتحدى بأول معركة إلي. وبدأت المعركة بشكل عادي، بلباسور قلل من هجوم تاع RTM وبالمقابل RTM قلل من الدفاع تاعه. كان بلباسور أسرع من RTM واللي خلى المعركة شوي مقلقة لأنه الاثنين عم بنقصوا الهيلث بنفس المستوى، فشكله أسرع واحد فيهم حيفوز بهاي المعركة. قررت أنزل دفاع بلباسور أكتر عشان الضربة تصير أقوى بما أني بطيء، وأدعي أنه ما أخسر اللعبة من أولها. بدأت بعديها بإني أضرب وأستنى يعمل غلطة عشان أفوز بالمعركة اللي شكلها صعب شوي. وضبطت معي بإنه الضربة الثالثة كانت كريتيكال هيت واللي قتلت بلباسور بضربة واحدة وفوزتني بالمعركة. بداية موفقة وبنفس الوقت كانت شوي مقلقة. وبعد ما هزأت جاري بدي أبدأ مغامرتي للوسام الأول. وطبعا أول منطقة حفوتها هي راوت 1 اللي حقابل فيها أول بوكيمون إلي، بس للأسف ما بقدر أمسك أي بوكيمون إلا لما أخلص مهمة دكتور أوك عشان يعطيني كرات البوكيمون بعديها. فقررت اني ما اقاتل اي بوكيمون بطريقي الا لما اخلص هاي المهمة. وصلت للمدينة التانية واخدت الايتم من المحل بالمدينة ورجعت لعند مختبر دكتور اوك عشان اعطيه هاي الايتم. بالمقابل حيعطيني انا وجاري البوكيدكس واللي هو جهاز بسجل فيه البوكيمونات اللي بقابلها بمغامرتي، وست كرات بوكيمون اللي صرت قادر امسك فيها بوكيمونات الطبيعة. وبعديها رجعت لراوت 1 عشان امسك اول بوكيمون الي. وأول بوكيمون طلع لي هو راتاتا واللي سميته ديكا على اسم تاني منتسب بالقناة. وبدأت بتدريب البوكيمونات عشان أجهزهم، وقررت أروح لراوت 2 اللي حمسك فيه تالت بوكيمون لهاي المجموعة، وعرفكم على كيتي واللي هي بيجي. الفريق إلى الآن ممتاز. كملت طريقي بإني أروح على غابة فيريديان ومسكت زيد البوكيمون الرابع بالفريق واللي هو ويدل. بس شغلتين لازم تعرفوها عن غابة الفيريديان. ويدل الموجود بهاي الغابة عنده الخاصية انه يسمم البوكيمونات اللي بيقاتلها، والتسمم بهذا الجيل من لعبة بوكيمون بضل شغال حتى بعد المعركة بانه نقص الهيلث تاع البوكيمون المتسمم بكل خطوة بمشيها. وهون عملت اول غلطة لي بهاي السلسلة لاني قررت ادرب بوكيموناتي بهاي الغابة، وبالمقابل هذا اللي صار. او لا 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 او شوت، خسرنا كتير مبدئيا.
لا مش مش ار تي ام. نو تسممت كيتي وار تي ام بمعركة مع ويدل ليفله عالي شوي، واللي أدى لخسارة كيتي وأنا بالطريق للمستشفى. لحسن الحظ لحقت على ار تي ام، بس خسرنا عضو كتير قوي بالفريق كان حيفيدنا كتير بالمستقبل. عملت ريليس لكيتي للأسف وكملت تدريب باقي الفريق بس بحذر أكتر عشان أكون جاهز لأول جيم لإلي واللي هو بروك. وللتذكير أعلى ليفل بقدر أوصل فيه بكوبوناتي هو ليفل 14. طورت زيد لكاكونا وبعديها لبيدرل لأنه بتطور بليفلات كتير واطية واللي هم 7 و10. قطعت طريق غابة الفريديان وتحددت الأشخاص الموجودين فيها لكل أنواع بكوبوناتهم حشرات وبالأخص أكتر من ويدل ما بعرف ليش، واللي خلى المشوار شوي صعب ومليان بتسمم وشوية رعب لأنه كنت راح أخسر RTM واللي هو البوكيمون الوحيد اللي راح يساعدني أهزم بروك بهذا الفريق. وبعد ما خلصت من غابة الرعب وصلت لراوت 2 اللي مو محسوبة كمنطقة جديدة لأنه مسكنا فيها كيتي. وبعديها وصلت وأخيرا لمدينة أول وسام باللعبة ومنافسي حيكون بروك. بروك إذا ما بتعرفوا نوع بوكيموناته صخر والكتير ضعاف ضد بوكيمونات نوعها مي زي RTM أو بوكيمونات النبات زي بالباسور وأنواع تانية من البوكيمونات. وصلت RTM لليفل 14 وفتت على أول جيم بهذا التحدي. تحديت المدرب الموجود قبل ما أتحدى بروك وهزمته بكل سهولة بضربات المي تاعت RTM. وصلت أخيرا لعند بروك. هزمت البوكيمونين اللي معه بضربتين مي من RTM وبوكيموناته ما ضربت RTM ولا ضربة. وصل ليفل RTM لليفل 16 وتطور لأول تطور إله واللي هو وورتوتل. وأخيرا أخذت أول وسام باللعبة وسام البوندر وضل لي 7 أوسمة من أصل 8. فكانت مغامرة موفقة إذا بدنا ننسى اللي صار مع كيتي. خلينا ناخد دقيقة نتذكر فيها كيتي اللي ما شفنا منها أي إشي وماتت بأقل من الدقيقة اللي أخذناها عشان نتذكرها فيها. على كل حال خلصت من الجيم الأول، عالجت بوكيموناتي ورحت أشتري بوكي بولز من الفلوس اللي كسبتها وانطلقت للراوت الجديدة واللي هي راوت 3. بس قبل ما أفوت لهناك رح أخذ رانينج شوز من البروفيسور اللي بيشتغل عند أوك واللي حيعطيني القدرة أني أركض عشان يصير الشخصية اللي بلعب فيها أسرع شوي. فتت على راوت 3 أدور فيه على عشب أمسك فيه بوكيمون هاي المنطقة، بس بالأول لازم أقاتل كل المتدربين اللي جايين قدامي ومنها بزيد من البلاد بوكيموناتي. وبعد ما قاتلت عدد منيح من المدربين هناك لقيت أول بقعة عشب بهذا الراوت واللي هعرفكم من خلاله على العضو الرابع بالفريق واللي هو السبيرو اللي سميته كيكا. ما حضيع عليكم وقت كتير وححكي لكم إنه كيكا بعطاكم عمره وأنا بدرب فيه بنفس المنطقة مات من سبيرو تاني. أعتقد إنه هاي كانت غلطتي، فكرت هيتحمل كمان ضربة أوبس. بس على كل حال حتكون هاي نهاية الجزء الأول أو الحلقة الأولى من هاي السلسلة. وإذا حابين تعرفوا شو حيصير بباقي المغامرة تقدروا تعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان تعرفوا متى ما نزلت فيديو جديد. وإذا عجبتكم الحلقة بتقدروا تحكولي لما تعملوا لايك للفيديو وتكتبولي بالتعليقات. بس لهلأ بشكركم على المتابعة وبشوفكم بالفيديو اللي بعده.